مباراة يعني الشوط الأول صعب، يعني كنا جتنا ثلاث فرص وهذه حق، والمشكلة كان يعني من قد ايش البطولة، سيما فيش بعض المحاولات اللي كانت في المباراة الأولى والجولة الثانية كانت تحسنت أكادير دي يعني واحد 8 فرص، ثلاثة كان أي واحد يسجلهم تقريبا يعني ضاعوا ببشاعة. اليوم ما سهلناش على المباراة، الشوط الأول لو كنا سجلنا على الأقل هدف ولا هدفين من دوك ثلاث فرص اللي كانوا أمام المرمى فاص، يعني قد ما احنا ما سجلناش قد ما الفريق الآخر كياخذ ثقة. يعني اليوم الشباب المحمدي ما عنده ما يخسر، لاعب مغربي يعني عيط من حتى من اللاعبين، لاعب مغربي حكار كيشوف حتى كيشوف الطابلو مع اللاعب وأنه عنده صفر نقطة وأن اللاعبين إسبوار وهذه وهذه، ولكن إلا شفتوا أن اللاعبين ما عندهم ما يخسروا، يعني إلا خسروا راه عادي، إلا ربحوا راه شي مفاجأة. ولكن اللاعب المغربي دائما ملي كيكون الخصم عنده يعني عنده هذه المشاكل تيلعب واحد يعني ما كتكونش ديك التركيز العالي، تيلعب يعني التركيز تيغيب عليه بتاتا، يعني ضيع الفرص ضيع التمريرات، يعني ما يعني انا دائما كنقول انه الخصم راه غنسجل عليه غنسجل عليه، ولكن اليوم الخصم لا سيما الشوط الثاني اليوم تقاتل على اي كره، لانه كيلعب يعني كيلعب بواحد الروح قتاليه لعبوا، لانه كما قلت لك لاعبين شبان اللي باغيين يبينوا حتى هما التقنيات ديالهم. يعني احنا ضعنا الانتصار يعني بشاعة، يعني اليوم كنا باغيين ننتصروا ولكن ضيع الفرص يعني في الشوط سيرتو في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني ملي كنوصلوا كنتسرعوا، يمكن كانت جوج محاولات اللي كانوا خطيرين يعني بالتسديدات، يعني ما عرفناش نشلو، ولا بغيتي تربح راه خصك تشل، ما شلتيش يا غتخسر يا غدير نقطه وحده، كان خصنا نجينا باش نديو ثلاثه نقاط. يمكن لقينا مشاكل هجوميه ف انا با كونكريتيزي لي زوكازي كون اكري سي سا البروبليم، يعني كره كما كيقولوا كره اهداف، حنا مازال كنعانيو من هذا المشكل هذا ومازال غادي نعانيو منه ومازال خصنا نشتغلوا عليه، لان ما يمكنش السيطار ولا يجوك فرص واضحه وما تسجلش، الا ما سجلتيش ما تربحش. دابا هادشي كلشي كيسمع، دابا هادشي كله لا من حيث الريزيرف لا من حيث النقاط ديال الخصم المشاكل ديالو، هادشي كله كيخلي هذا كيحكر الفريق وكيستصغرو، يعني هاد الاستصغار ديال الخصم دائما في اللاعب المغربي. وانا حضرت منهم اللاعبين قلت لهم اودي فهمتي الكره الكره كتربح في الملعب ماشي على الوراق ولا قبل من المباراه، ولكن مع من تكلم يعني داكشي اللي قلنا اليوم سبحان الله تسرعوا، يعني ما كتشوفش المرمى خاويه باش الضربه كتضربها بواحد يعني بواحد الطريقه، حتى في الشوط الثاني راه كانت محاوله اخرى مع المرمى فاس يعني ديال كريم وضيعها، يعني كانت تضيع، انا نسيت هذه المحاوله ديال فكرتيني فيها، يعني محاوله ملي كتكون فاس مع لوبيت وما كتماركيش كيفاش ما عرفتش كيفاش غدير النتيجه وانت ضيعتي اربع فرص اللي يعني واضحين. انا نسيت هذيك الفرصه ديال كريم اللي كان يعني كريم قروش اللي كان يعني فاس فاس وبيت، ولكن تضيع لاعب شاب كيشتغل كبير كثير كيضرب تمارها، يعني تيدير مجهود بدني كبير وسخي في العطاء ديالو، نتمنى ان شاء الله من بعد ان شاء الله يبدا يسجل، لانه هذا الشيء اللي ناقصه ناقص التسجيل، يعني سجلنا في المباراه الاولى ولكن ما ضيع لهم واحد يعني تقريبا واحد ثلاث فرص اللي كان امام المرمى، نتمنى ما يتاثروش عليه ونزيدوا نشتغلوا على الفعاليه. دابا انت كتشوف اوروبا ملي كيشوف عنده كونسونتراسيون مع جميع الفرق نفس التركيز، ماشي حتى يكون خصم تيشوف بعض المرات تبقى كتلعب مع فريق يعني كيكون عندك مواجهه مع فريق خصم كبير مثلا كبار القوم دوك اربعه الفرق الاولين اللي معروف في المغرب، كتلقى مركز من بدايه الاسبوع، لما كتشوف دابا كيقول لها مباراه سهله رابحه، يعني تيستصغرها حتى كيولي مضيع اهداف اللي ما خصهاش تضيع، مضيع يعني تمريرات اللي ما خصهاش، ديغنيغ اسيس كتضيع بسرعه، هادشي كله يعني كيجي ان التركيز كيكون بعيد، يعني ما كيكونش تركيز يعني 100%، دائما تيكون التركيز كيكون ناقص يعني حسب الخصم، يعني اللعاب كيتكون متدرب حسب الخصم، انا دي عقليه نتمنى جيل اخر يعني تحيد عنده هذه العقليه، وراه هذه العقليه باقا عندنا في جميع اللاعبين، وراه تبقى الفرق كبرى تما من بعض الاحيان تيستصغر واحد القسم حتى كيولي الخصم واحد تيولي متعادل معاه ولا رابحو بصعوبه، علاش؟ لان كتلقى اللاعب ما كاينش ذاك الميم كونسونتراسيون اللي كيدير مع لي ميم زيكيب. اش نقول لك دابا ما احسن ما نهضرش على يعني على التحكيم، لان يعني كل مره كتلقى حكم، انا بغيت نعرف حاجه ونتمنى كتلقى دابا الجداد اللي جاو تبارك الله عليهم نعطيهم الصحه حكام، ما تيخليو لا هادشي اللي قالوا لنا في الاول، يعني كاين الكونتاكت دابا ما كاينش الكونتاكت ما كيخلوناش الكونتاكت، يعني لو ديال يتعبوا باش يكون لو ريتم، يعني كيصفروا بزاف ملي كتبقى تصفر بزاف عمر ما الريتم يكون، دابا اللعاب بعد من راس كوفره ما كونتاك عادي، حتى كيطيح اللعاب وكتولي شوف تتولي دقيقه باش تلعب كره،
وتتولي خصك هذوك يرجعوا باركون كاد غيكون محاوله وغتكون سريعه وغيكون ريتم وغتضيع وغترجع مره اخرى. ولكن ما كتصفر بزاف راه كتحبس لي زاكسيون، كتحبس الفرجه، كتحبس الريتم. هو ما عرفت دابا، المهم دابا انا باليش انا كنتفرج حتى اللي لعبوا ليا باقي جداد عطاتهم فرصه خلاو الريتم. فيما انا دوك القدام باقي ما خلاوش الريتم، ما عرفتش واش ما كاينش اتفاقيه وحده على هذا الشيء ديال الريتم، ما عرفتش. ثم خاصك تعرف دابا دقيقه وحده في الشوط الاول شحال مره دخل الطبيب وما يمكنش دقيقه. انا كنشوف الدوري الانجليزي واخا يعني اللي سريع واحسن دوري كتلقى 3 دقائق في الشوط الاول 4، وفي الشوط الثاني كتلقى 6 7، حتى في اسبانيا بعد مرات 8. ما يمكنش عرفتي شحال دخل الطبيب وشحال لي شونجمون 4 دقائق، ما يمكنش. قليله بزاف قليله بزاف. اما القرارات الاخرى خلي منه لجنه الحكام، انا ما عادش نتحكم، لان اللي كان جاب الله كاين الفار، لان ضربه الجزاء ما كانش وجاب الله كاين الفار، لان الفار بعض المرات كينصفك، وحنا هو تدار الفار باش تنصف كلشي. يعني الفار الحمد لله ان كل ما كانش الفار كنا غادي نهزمو، لان ضربه الجزاء ما فيهاش وصفر عليها بسرعه. لكن رجع في الخال لان الفار هو اللي رجع الشيء اللي كاين بالنسبه لنا حنا، يعني 3 نقاط. يعني مبروك على هاد النقطه للفريق شبه المحمديه لانه تقاتل عليها، حنا اللي ما سجلناش هو تقاتل، يعني تقاتل على كره وكان بغى ينتصر. هو بعد اللاعبين شبان بمعيه النخلي اللي كان عنده اللي عنده تجربه لانه كيساعد اللاعبين. نتمنى الشباب المحمديه فريق عريق وكبير، نتمنى ان شاء الله يخرج من هذه المحن، فهمتي، يلقى لها حلول والناس تساعدوه، لانه كيبقى فريق تاريخي حتى هو، يعني دوز لعابه كبار وفاز، يعني سبق لي فاز بألقاب. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.